ايه هو تخصص جراحه عظام الاطفال؟ لانه العالم العربي الحته دي مرتبكه عندهم شويه. والحقيقه التخصص في مصر نادر شويه، والناس اللي بتشتغل عظام اطفال جامعه الحقيقه يمكن يتعدوا على صوابع الايد الواحده. في المانيا تعريف النجلكتد او الحالات المهمله الطفل اللي بتشخص بعد سن 6 شهور، ويتم محاسبه كل من مر عليه هذا الطفل. الاطفال دول ان انت توصل لمجال حركه كامل هو ده المطلوب، مش ان انا اطلع اشعه شكلها حلو. طب ما انت عملت اشعه شكلها حلو والوظيفه غير موجوده، ما يفرقش معايا فيلم الاشعه، يفرق معايا حياه العيان. الاستاذ الدكتور محمد مصطفى حسني، استاذ جراحه عظام الاطفال بكليه الطب، زميل جامعه لودفيج ماكسيميليان بالمانيا، زميل جامعه شمال تكساس بالولايات المتحده الامريكيه، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة عظام الأطفال، عضو الجمعية الأمريكية لجراح العظام، عضو الجمعية الدولية لتقويم الأطراف وأجهزة التثبيت الخارجي، 29 بحثاً منشوراً في المجلات الدولية الأمريكية والأوروبية، مراجع ومحكم لعدد 5 مجلات دولية في جراحات العظام. اهلا بكم. النهارده حلقه مهمه جدا ومن طراز نقدر نقول عليه عالمي، يعني بسبب وجود ضيفي العزيز والموضوع، لانه انا في رايي انه عظام الاطفال مشاكلها محدش بيتكلم عليها كتير، الثقافه المصريه عليها قليله. ولو شفنا فيديو مهم قوي بدون الدخول في التفاصيل، لان انا معلوماتي عن عظام الاطفال يا جماعه يمكن ما تزيدش كتير على المعلومات، كنا بقول لكم منتهى الصراحه، لانه عظام الاطفال مش حاجه امراضها في البكالوريوس، يعني انا ما اعرفش دي ايه بالظبط. قال مثلا دي القدم المخلبيه، طب يا سيدي طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي سببها، طب ليه الطفل مشي بالقدم المخلبيه ديت، ما اتعالجش ليه من هو صغير، طب ايه اللي يحصل لو ما اتعالجش وهو صغير، ما دي حاجه لدرجه انه الاعاقه توصل خلاص انه يتحول لاعاقه، يعني الانسان محاق ما يقدرش يمشي. طبعا القدم هنا بقى قدم الاطفال، هو هنا الفيلم ده حلو قوي قوي، يعني الطفل اللي عنده مشكلة هل مش هيقدر يلعب كورة؟ هل مش هيقدر يمشي كويس؟ مش هيقدر يكون راجل منتج؟ والأطفال الصغيرين دول شوف بقى، يعني الفيلم متصور في أفريقيا تقريبا، فقد كده إنه برضو الحاجات دي في أفريقيا، الأطفال في أفريقيا الرعاية الصحية فيها قليلة جدا. هنا في مصر هل إحنا عندنا ثقافة؟ هل إحنا بندخل نعالج أطفالنا مبكرا؟ هل إحنا فاهمين إزاي نقي أطفالنا من مشاكل اثناء الحمل؟ ست مع القدم المخلبيه دي هنفهم النهارده، هنفهم بالتفصيل قوي، وخصوصا ان ضيفي يعني اسم كبير، اسم يعني عالمي قدير جدا في عالم جراحات عظام الاطفال. النهارده بيسعدنا ويشرفنا جدا ان نرحب بـ يعني كما يقول واحد من الطيور المهاجره العائده الى مصر، ما شاء الله شرفنا في المانيا، والنهارده طبعا اكيد وجوده في مصر يهمنا جدا، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد مصطفى حسني، استاذ جراحات عظام الاطفال بكليه الطب، وزميل جامعه لودفيج ماكسيميليان بالمانيا، وزميل جامعه شمال تكساس بالولايات المتحده الامريكيه، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات عظام الاطفال والجمعيه الامريكيه والجمعيه الدوليه لتقويم الاطراف واجهزه التثبيت الجراحي، وما شاء الله يعني الاسم العالمي الكبير. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك ترى ايمن، وحدلع على السلام. الله يسلمك يا رب. يعني انا ما بعرفش الماني بس يعني كهرب محمد حدلع على السلام. اهلا بيك. ده اللي انا اخر اتشرفت بيك ترى ايمن، الشرف لينا. خليك يا فندم. اهلا وسهلا. انا عايز ابدا الاول قبل ما ادخل على القدم المخلبيه، ايه هو تخصص جراحه عظام الاطفال؟ لانه العالم العربي الحته دي مرتبكه عندهم. الحقيقه انا بشكرك على الانترو، لان هو احنا لازم الناس تبقى فاهمه يعني ايه عظام اطفال، عشان نقول احنا ليه عملنا عظام اطفال، لان هو الكونسبت او الفهم الخاطئ عند معظم الناس ان عظمه الاطفال دي هي مجرد عظمه صغيره، يعني ده عظمه كبيره ودي عظمه صغيره، وده يمكن حتى فهم موجود خطا عند بعض دكاتره العظام نفسه. فاحنا عايزين نقول للناس لا، الحقيقه عظام الاطفال تختلف يعني قلبا وقالبا عن عظام الكبار، بدليل ان التخصص نفسه اصبح كمان جواه تخصصات. يعني احنا حتى في المانيا دلوقتي ما عادش عندنا، يمكن من سنه 2000 انا كنت هناك، بدايه من 2000 ما كانش في حاجه اسمها عظام اطفال، ده في حاجه اسمها عظام اطفال مفصل حوض، عظام اطفال مناظير، عظام اطفال عمود فقري، عظام اطفال اصابات ملاعب. فحتى جواه التخصص اصبح هناك تخصص، وده اعتقد هو الخطوه المهمه للابداع وللتقدم والبحث العلمي وحاجات كتير قوي، مفاهيم كتير قوي محتاجه تتغير. نحب نقول ان العظمه
بتختلف تماما في البيولوجي بتاعها، يعني بتختلف تماما في نموها، بتختلف تماما في رد فعلها للكسور، تختلف تماما في نسبه الالتئام وفي سرعه الالتئام. كلنا فاهمين ان الطفل الصغير ممكن يتكسر يلحم في خلال اسبوع او 10 ايام، الراجل اللي عنده 20 سنه او 30 سنه ممكن يقعد شهر او شهر ونص، لما بنكبر في السن شويه بندخل في هشاشه العظام ممكن يقعد 3 او 4 شهور نفس العظمه ونفس نوع الكسر. فده ببساطه شديده يوضح لنا الفرق الرهيب في سرعه نمو عظام الاطفال مقارنه بعظام البالغين. فالكلام الحقيقي بيختلف تماما، ده غير ان الامراض والاورام والاصابات الملاعب و و و كل الفروع اللي موجوده عندنا في عظام الاطفال الحقيقه تختلف عن عظام الكبار. ومن هنا ظهرت الحاجه ان احنا نعمل حاجه اسمها عظام اطفال. والحقيقه التخصص في مصر نادر شويه، والناس اللي بتشتغل عظام اطفال جامعه الحقيقه يمكن يتعدوا على صوابع الايد الواحده، وده اللي خلى في يعني يمكن حاجه ماسه ان احنا نفهم الناس او نوصل نكون ضيوف عليهم يا رب في البيوت، ونكون ان شاء الله ضيوف خفاف نفهمهم يعني ايه عظام اطفال، ونتكلم على حاجه كومنس كومن زي ما سعادتك عارف طبعا، فنتكلم على حاجه اكثر شيوعا. يعني يكفي ان احنا نقول ان مش في افريقيا، في العالم كله كل 3 دقائق بيتولد طفل عنده كلاب فوت، او بيتولد طفل عنده قدم مخلبيه او قدم حنفاء. فده رقم مبهر لما نتخيل ان كل 3 دقائق بيتولد طفل عنده قدم مخلبيه او قدم حنفاء، يمكن كلنا نتصدم من الرقم. الالطف بقى ان احنا لما نقول ان الارقام دي بتتضاعف في مصر او بتتضاعف في افريقيا زي ما سعادتك تفضلت، زي ما الفيديو دي جلوبال اورجانيزيشن فور كلاب فوت مانجمنت انا بشرف ان انا عضو فيها، بنقول ان الكلام ده بره بيتعالج بسهوله وان سبوت، يعني بيتشخص الطفل وهو داخل الرحم فبيتعالج اول ما بينزل، بيبقى العلاج سهل وبسيط، لان يعني هي مشكله علاقه بين العظيمات الصغيره بتاعه القدم علاقتها ببعضها ومشكله الاربطه اللي بتربطها ببعض، يعني العظمه نفسها بيبقى شكلها مختلف هم كتكوين تشريحي، والعلاقه بين العظمه والعظمه اللي جنبها كمان بيبقى مختلف، وده اللي عامل لنا الشكل بتاع الكلاب فوت. فلما نقول ان الكلام ده في المانيا مثلا بيتعالج اون سبوت في داي 1، ونقول ان الحالات في افريقيا تلتها بيتعالج صح، تلتها بيتعالج خطا، وتلتها ما بيتعالجش خالص. فاحنا عندنا حالات مش ريكوردد في التكست في الدنيا كلها ان يبقى في حالات نيجلكتد او مش موجوده او مهمله بتعدي سن السنه، احنا عندنا الحقيقه بنشوف حالات 12 و15 و20 و30 و40 سنه عنده كلاب فوت ما اتعالجش. ده مش بس بيبقى بيرجع لان الطفل بيبقى بعد كده عنده مشكله جسديه، لا بالعكس عنده مشكله نفسيه اكبر واعمق، انه ما قدرش يقف في وقته، ما قدرش يلعب مع زمايله، ما فيش كوره، ما فيش مدرسه منتظمه، غياب كتير، عامل نفسي بيحس دايما انه انفيريور او اقل من المجتمع، اصبح طفل معاق او اصبح طفل مزوي او منطوي او عنده اكتئاب. فانا دخلته من حياه طبيعيه تماما بعلاج بسيط جدا لحياه معقده وفيها مشاكل صحيه ونفسيه اكبر بكثير. ومن هنا ظهرت الحاجه ان يبقى في حاجه اسمها عظام اطفال، وداخل عظام الاطفال عندنا كمان التخصصات الفرعيه او الجزئيه، وده اللي عايزين الناس تفهمه، ان مش كل حاجه اسمها دكتور عظم بيعمل كل حاجه. الكونسبت ده انتهى من زمان، الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده حقيقه ما بيعملش حاجه خالص. اشرح للام وللاب لان دول دلوقتي منتبهين شكل القدم المخلبيه، لانه كلمه صعبه يعني المخلب معروف انه عامل كده بالظبط كده. فنشرح القدم المخلبيه، هي ببساطه شديده في برضو عشان نقول ان في فرق بين ان الطفل ينزل شكل رجله مش حلو وبين القدم المخلبيه او القدم الحنفاء. القصه ببساطه ان الرجل لو بتتحرك، يعني هما لو مسكنا الساق بايد ومسكنا القدم بالايد الثانيه وحاولنا نحركها لانها طريه ومرنه وبتتحرك معانا، ده مش قدم مخلبيه. ده ممكن يكون جدار الرحم كان ضيق شويه، كميه السائل حوالين الطفل كانت قليله شويه فنزل، ده الحمل الاول، جدار البطن بتاع الام كان قوي شويه فده ممكن يضغط الرجل فيسبب الانحناء. اول ما الطفل بينزل بتبتدي العضلات تتحرك فيرجع كل شيء لوضعه، فده طبيعي تماما ولا يشكل اي مشكله. وده يمكن بيبقى اوفر تريتمنت احيانا خطا بعد الدكاتره بتبتدي تعالجه على انه قدم مخلبيه، وده اسلوب خاطئ في العلاج. وهنا يفرق فرق الدكتور المتخصص او غير المتخصص. القدم المخلبيه هي قدم مشوهه بتكون واخده الشكل بتاع المخلب او الشكل بتاع الاتجاه الاعوجاج او التيبس الحنفي، يعني داخل لجوه وما بتتفردش، بحاول افرد الرجل الحقيقه بتبقى ناشفه وما بتتحركش. ليه؟ لان احنا قلنا ان العلاقه بين العظيمات بتاعه القدم بتبقى مش مظبوطه، وهي نفس العظمه دي شكلها كمان مش مظبوط. فلما تيجي تصلحها هي زي ما يكون في حصوه محطوطه جوه الجوينت او جوه المفصل، فما بتتحركش. لازم المفصل يكون العظمه في وضعها الطبيعي عشان يبتدي يتحرك البلانتر فريكشن دورس فريكشن بتاعنا الطبيعي اللي هو حركه المشط الاعلى والاسفل. ده غير موجود في القدم المخلبيه، وده يمكن بيشخص الموضوع وبيتشخص مع دكتور سونار شاطر
اثناء الحمل كمان، مش بنستنى كمان لغايه ما ينزل، لان احنا بنحب ننبههم ونفهمهم ونوعيهم ونعمل بيرنت كونسلنج عشان هو يبقى نازل ما يتخضش، لان بيبقى كتير قوي الام والده الطفل مش عايزين يوريه لها علشان ما تتخضش، وبترجع بعد كده هي مفزوعه جدا، ابني طب هعمل ايه طب كذا. فبنفهمهم من قبلها ان دي مساله بسيطه جدا، ولكن العلاج المبكر يؤدي الى نتائج ممتازه. تأخير الحالة أو الإهمال لا قدر الله يؤدي إلى نتائج للأسف صعبة جدا ومستحيل تكون طبيعية. دايماً الأم بتكون نفسها وتقعد الزوج ساعات يلومها يقول لك أنت عملتي حاجة، إيه الأسباب؟ صحيح. يعني خدت دواء، خدت مادة معينة؟ الحقيقة نظريات لم يثبت علمياً حتى الآن وجود سبب علمي واضح وصريح نقدر نقول إن ده كلام أكاديمي. الكتاب بيقول لا مفيش سبب واضح، بدليل إن ممكن يبقى الطفل الأول في قدم مخلبية، الطفل الثاني والثالث والرابع سلام، ممكن يبقى الطفل الثاني في النص واللي قبله واللي بعده سلام، ممكن يبقى رجل واحدة مش الاثنين. هي بتحصل بنسبة كبيرة قوي في الصبيان أكتر، يمكن 3-2 ولاد لبنات، وممكن تبقى يونيلاترال ناحية واحدة، ممكن تبقى ناحيتين. وبالتالي لو كان في حاجة الأم عملتها غلط أو دواء أو حتى عامل جيني أو وراثي كانوا أدعى أنه يبقى الاثنين، فلما تحصل ناحية واحدة ده بيلغي كل النظريات. فهو الحقيقة مفيش سبب معروف، ولكن يكفينا نعرف أنه حاجة بسيطة وبتتعالج، فمش لازم ندور على السبب. احنا خلاص كلها نظريات قتلت بحثا، احنا بندور على اسباب العلاج الحديثه. ده اعتقد ممكن يهم الناس اكتر، ان احنا نهديهم وان الموضوع يبقوا فاهمين انه له علاج هيفرق معنا كتير قوي. جمله حضرتك قلتها مخيفه وفي نفس الوقت تدعو للتامل. في المانيا انتم تعالجون القدم المخلبيه من اليوم الاول، يعني ما فيش حد هيتشاف عنده قدم مخلبيه مستحيل بعد اليوم الاول؟ مستحيل. في افريقيا تلت وتلت وتلت، تلت بيتعالج، تلت بيتعالج غلط، تلت ما بيتعالجش خالص. بالظبط. طب في مصر ايه نسبه الحدوث؟ ايه اهميه؟ احنا نقدر نقول الاخر استيمت، يعني احنا طبعا احنا في مصر ما عندناش ستاتستكس جامده قوي، ولكن احنا بالتقريب. على فكره حضرتك يمكن رابع استاذ يقول لي انه ما عندناش. صحيح، ده صحيح، لان للاسف حتى المستشفيات الجامعيه لما بتعمل احصاء بتعمل احصاء على عينات من المرضى، ما بتقدرش تعد المرضى كلهم، لان احنا في عين طبعا حضرتك عارف العيان اللي بيتابع وبعدين اول ما بيخرج بيتحسن، ما بيختفي، ما بيرجعش تاني. ما عندناش الوعي اللي نقدر نقول المجتمعي اللي يخلينا نعمل احصاء لكل الشريحه من المجتمع اللي عندها المرض ده. بس الرف استيمت بتاع يعني بالتقريب عدد المصابين بالقدم المخلبية في مصر فوق ال 200,000، فده برضو رقم ضخم الحقيقة. المشكلة بقى في الحالات اللي احنا زي ما بنشوفها دي، لما يبقى العيان جاي بعد السنة الأولى والتانية والتالتة، ده لما نفهم ان عيان زي اللي في الصورة ده احنا عيان بيقعد يتعالج لمدة 3 أو 4 سنين علشان نصلحه من المشكلة دي، وفي الآخر القدم بيبقى شكلها حلو ولكن وظيفيا ليست مرنة. الشكل انتظم وقادر يدوس على مشط رجله، ورجله لو لمست الارض بعد ما كان ماشي على ظهر القدم بقى ماشي على الرجل عادي، ولكن ده بياخد زي ما احنا شايفين اجهزه معقده وبتقعد في رجل العيان لمده سنين. فانا ليه اخليه يدخل في جراحه بهذا الحجم ولهذه المده وشايل المعدن ده كله في رجليه، اذا كان الموضوع ممكن يتحل في خلال شهر ونص ترجع الرجل الوضع طبيعي تماما. فاختلفت القصه واختلف سبل العلاج. فده كان الكلام القديم، او دي حاله من الحالات اللي احنا كنا عاملينها زمان. دي كانت تقريبا في اخر التسعينات. العيان ده قعد فعليا حوالي 2 أو 3 سنوات يتعالج، سنه في الرجل دي وبعدين سنه في الرجل دي، وكان في 6 شهور بريك وقعد علاج طبيعي 6 شهور، وفي الاخر شكل الرجل حلو ولكن وظيفيا مفيش وظيفه كامله في تاني القدم او في حركه القدم ليست مرنه. تمام. فده الفرق الرهيب بين الكلام القديم والكلام الجديد. طبعا احنا شايفين ده برضه حاجه معقده جدا يعني. صحيح. ودي جراحات معقده كمان مش موجوده، يعني يمكن اللي بيعرف يعمل الكلام ده كمان في مصر مش كتير. هل كل الحالات تحتاج لعمليات؟ للاسف لا خالص. ودي بقى اللي بنحط تحتيها مليون خط. العيان لو اتعمل بدري او جالنا بدري او في خلال الاسبوع الاول او يمكن حتى الشهر الاول، احنا بنقدر بنسبه 90% ما فيش عمليات. حتى اللي بيعمل منهم عمليات بيعمل حاجه بسيطه جدا بنسميها تطويل وتر اكيلس او الوتر الخلفي، وده حاجه يمكن ما بتاخدش 10 دقائق، بتعمل اول بيشنت كلينك في امريكا وفي المانيا. في المانيا طبعا عشان ميديكال ليجالي عشان التامين والكلام ده وعشان القانون بيجرم عمل اي حاجه بره العمليات. هي جراحه بسيطه جدا بيعملها حد متخصص ما بتاخدش 10 دقائق. بتتعمل بنسبه 60 او 70% من الحالات، يعني مش كل الحالات حتى اللي بنعمل لها العلاج البسيط الاولي بتاعنا بتاع الجبس الطريقه الجديده اللي احنا هنقولها بعد شويه، مش كلها بتحتاج عمليات. الحقيقه يمكن 6 من 10 بيحتاجوا، ويمكن البقيه كمان ما بيحتاجوش. المساله كلها جبس فقط بيصلح الرجل تماما وبتبقى الحياه طبيعيه تماما بدون اي مضاعفات. طيب قبل ما نروح ليها، ازاي نشخص الحاله نفسها؟ نشخص الحاله بان احنا الرجل ما بتتحركش، واخده وضع معين غير طبيعي، الطفل بينزل المفروض رجليه طبيعيه زي رجلنا كلنا، البطن بتاع القدم باصص لتحت،
احنا ده الوضع الطبيعي بتاعنا، لما الطفل بتاعنا يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ده الوضع بتاع الكلاب فوت. وبالذات لما اجي احركه، لما اجي احرك الوضع ده ولقيت المفصل بيتحرك تماما والرجل بتطلع لفوق، يبقى ده طبيعي. لما الاقي المنظر ده والرجل ما بتتحركش، يبقى ده المنظر بتاعنا اللي احنا بنقول عليه كلاب فوت، وده اللي بيحتاج علاج، وفي نفس اليوم لازم يشوفه دكتور عظام اطفال. الحالات اللي تحتاج جراحه بقى عايزين نشوف صور ليها، يعني نشوف الحالات فعلا نقول ده محتاج جراحه. هو القصه بتبدا بان احنا بنعمل جبس. احنا ما عندناش عيان بنقول ان ده هيعمل عمليه، احنا بندخل على العيان بنعمل له جبس من اول يوم، بيتعمل جبس بيتغير اسبوعيا، لان برضو في مستيك رهيبه في هنا، في ناس بتعمل كل 3 ايام وفي ناس بتعمل كل اسبوعين وفي ناس بتعمل كل 3. انا عايز اطمن الناس ايه الحقيقه، احنا جربنا كل ده زمان، لان ان احسن وسيله ان احنا بنعمل كل اسبوع، فمش هنقعد نخترع العجله من اول وجديد. الجبس هو جبس اسبوعي، فما فيش حاجه اسمها دكتور يقول انا هعمل جبس كل اسبوعين، فيش حاجه اسمها نلاقي عيان بيقول لي انا قعدت في الجبس لمده شهر، الولد بقى له سنه بيعمل جبس، عمل 12 جبس فقعد سنه في الجبس، ده غير طبيعي وغير صحيح علميا. الجبس بيتعمل كل اسبوع، بعد الجبس الرابع لازم يكون شكل الرجل قرب يبقى طبيعي، ان ما كانش بقى طبيعي بنسبه 100%، يعني في خلال شهر واحد لازم اسلمك رجلين الطفل زي رجليا ورجليك. لو ده ما اتحققش يبقى انا عندي مشكله، يا اما في الطفل نفسه، ده مش قدم مخلبيه عاديه، ده ممكن يكون معاه تيبس عضلات او معاه حاجه عصبيه او 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 الطبيب عنده مشكله في انه مش عارف يعمل التكنيك الصح، وبالتالي ما وصلش للتصحيح في المده الزمنيه المطلوبه. في الحالتين الاثنين لازم الاهل يبتدوا يدوروا على حاجه، لازم يعرفوا السبب ايه، ان كان المشكله في ابنهم او ان كان المشكله في الدكتور. بعد شهر باليوم، بعد 4 مرات جبس، لازم يكون الشكل قرب يكون طبيعي، ان ما كانش وصل للطبيعي. ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ اللي احنا شايفينه ده الحقيقه عيان كنت انا عامله من 16 سنه وبدون اي تدخل جراحي وبدون اي حاجه، كعمل 4 مرات جبس، وبعد 16 سنه ده منظر الرجلين طبيعيه تماما، مفيش اثار للعمليات، الرجل مرنه في كل الاوضاع، بيتحرك الطفل وبيقف على تراتيف صوابعه وبيمشي تماما وبيلعب كوره، كل انواع الرياضه موجوده وبدون اي تدخل جراحي. كل الموضوع ان احنا عملنا التكنيك بدري واتعمل صح، والناس كانوا كومبلاينت، يعني بيجي يتابعوا في الميعاد، انتهت القصه. فرق رهيب بين ده وبين الصوره اللي احنا شفناها في الاول. طبعا طبعا، يعني ده انسان طبيعي، ده انسان عادي يقدر يعمل يشتغل زي ما هو عايز. بالظبط. طيب عايز اسال سؤال تاني مهم قوي، الاحذيه الطبيه. تمام، لان انت عارف ده برضو صحيح. سؤال، وده سؤال بيتسال حقيقه من ابهات كتير، او يمكن الاهل بيبقوا عندهم، يعني برضو خلينا نقول ان لما اتعمل التكنيك ده، بروفيسور اجناسيو بانسيتي، ده بروفيسور في ايوا، ده الراجل اللي اخترع الطريقه بتاعتنا اللي احنا بنقول عليها بتاعه الجبس دي. الراجل ده الحقيقه لما قابلته في سنه 1999، هو كان يصر على ان الطفل يلبس الاحذيه الطبيه دي لمده 4 سنين بعد ما يصلح اللي احنا شايفينها في الصوره. خلينا نقول ان الاحذيه دي اول ما نزلت انا كنت بجيب الماركل اللي هو الحذاء الامريكي، كان بيستورد من امريكا ب 300 او 400 دولار وده مبلغ ضخم، بيتغير في السنه الاولى مرتين او ثلاثه، فكوست عالي قوي الحقيقه. لقينا ان نسبه الانتكاس او حدوث اعاده الاعوجاج مره اخرى مع استخدام الاحذيه الطبيه من 30 الى 40%، وده موجود في المراجع العلميه حتى في امريكا وفي المانيا. من اواخر التسعينات بدينا نستغنى عن الكلام ده وبدينا نعمل موديفيكيشن اللي بنسميه الفرنش تكنيك او الفرنش ميثود. دي طريقه احنا بنعملها، يمكن دي من اوائل الحالات اللي انا عملتها في المانيا، وكان ده الاوريجينال بريس او الاوريجينال دينيس براون بريس، والحقيقه بطلت استخدمه بقالي حوالي 16 او 17 سنه. بنعمل تمارين وده منشور الحمد لله باسمي، لان احنا محدش كان بيتكلم على ان كل الناس بتقول ان احنا بنعمل التكنيك ده لازم تلبس الاحذيه الطبيه. لا، الحقيقه مش لازم تلبس الاحذيه الطبيه، ومش لازم نبقى تابعين في كل شيء. انت بتتعلم وبتشوف كل المدارس وبتشوف الانسب للبيئه بتاعتك، لان انا عشان اقول للناس لازم تجيب الجزمه والاوريجينال برايس اللي هو الاصلي، وهتجيبه ب 400 دولار بما يوازي مبلغ ضخم في مصر حاليا، كمان هنغيره 3 4 مرات في السنه، والطفل يقعد لابسه حتى عنده 3 أو 4 سنوات، مين الطفل اللي عنده 4 سنين هيستحمل انه يلبس برايس؟ وفي الاخر تقول لي لا ده انتم ما لبستوش الجزمه وعشان كده رجله اتعوجت، يبقى انت رميت اللوم عليهم والحقيقه ما عندهمش اي لوم. فاحنا بدينا نعمل التمارين، التمارين دي مجرد ما الطفل بيبتدي يدوس بتنتهي القصه وبدون استخدام احذيه، وده يمكن الكلام الجديد خالص بقى. وده لسه اندر بابليكيشن الحمد لله، بيتنشر باسمي حاليا، واتالف مؤتمرين اخرهم المؤتمر الافريقي اللي كان موجود الحمد لله في اليومين اللي فاتوا، ده كان الفيرست يعني افريكان سامت، المؤتمر الافريقي الاول، وده كان يمكن بحث كان الحمد لله كويس جدا وممتاز ومتميز جدا، ان انت تقول ان احنا لا احنا مش بس بنتعلم، احنا كمان بننشر ابحاث وبنعلم وراسنا براس الناس اللي بره، لان احنا بفضل الله عندنا اكسبيرينس يمكن اعلى وعدد حالات مهمله يمكن اكتر كمان من بره. طبعا، لان زي ما قلنا التاني بيتعالج من داي 1. احنا لا، احنا بنشوف مضاعفات، بنشوف عيان عظامه كبرت شويه. بالظبط، ما بيتشافش التاني. بالظبط بالظبط. عايزين نركز، البحث كان على انه خلاص ان انا ما بستخدمش احذيه طبيه خالص في حالات خرجت بره معادله العلاج. بالظبط كده الحديث. بالظبط كده، بالظبط كده. دايما في العقل المصري بالذات بتاعي
فكره الانتكاس ان رجله ترجع زي الاول. صحيح. ده سؤال مشهور. ده 100%. هو القصه ان الحقيقه لو الاهل ما تابعوش نسبه الانتكاس بتبقى من 40 ل 50%. يعني حتى التخوف ده امان هنا. طبعا. لان انا الحقيقه حتى احنا في عيانين كتير بيجوا لنا من بره، يعني احنا في عيانين كتير بيجوا لنا من منطقه الخليج ومن ليبيا ومن شمال افريقيا، يمكن كمان من اوروبا الحمد لله بيجي لنا عيانين، لان احنا الحمد لله مميزين في التخصص، لان احنا برده مش كتير في، يعني يمكن في اوروبا كمان مش كتير. لازم يبقى في متابعه، والمتابعه هنا بتبقى يعني المانيا قبله العظام في العالم 100%. 100%. الحقيقه الملاعب بالنسبه لنا 100%. الحقيقه مش بس اصابات الملاعب، هم كمان عظام الاطفال، احنا مميزين جدا هناك. ويمكن وعظام الكبار وعمليات العمود الفقري والمفاصل الصناعيه. والمصريين انتوا كتير في المانيا. كتير في كل حته الحمد لله. في المانيا بالذات يعني ما شاء الله، يعني في العظام بالذات حتى احنا استضفنا يعني اكتر من مصري عايش هناك. انا عايز اقول لك ان انا يعني الحمد لله لفيت اوروبا كلها وامريكا وكندا ويمكن البرازيل ويعني حتت كتير واسيا وكده. مش عايز اقول لك ان احنا كمصريين الحقيقه احنا عندنا اشطر دكاتره في العالم. يمكن اكبر مستشفيات، رؤساء الاقسام، واكتر ناس شغالين فيها مصريين الجنسيه. لندن شايلها كلها المصريين. هي الحقيقه هي ثقه في يعني احنا امكانياتنا، احنا عندنا التالنت بتاع الدكتور المصري او خبره ايديه او استخدامه للهاند فانكشن احنا اعلى كتير من ناس بره. هو بره بيعتمد على الاجهزه حضرتك عارف. احنا الحقيقه لا، والاجتهاد بالظبط يعني المذاكره. هم اتنين على فكره في العالم انا بشوفهم بيذاكروا كويس جدا. صحيح. احنا والهنود بالظبط. بالظبط. يمكن في كل التخصصات الهنود فظاع. صحيح. صحيح. انا اشتغلت دوده قرايه. دوده قرايه صح، ودوده يعني 12 ساعه 16 ساعه قاعد ريسيرش. هو الناس بتعرفك ازاي؟ الناس بتعرفك انت مين لما تكون نشرت حاجه. يعني الناس تعرف محمد فين او محمد بيعمل ايه او كذا لما يكون اوريدي لوب ابلكيشنز، ولما تنشر بقى في مجلات في الامريكان يعني جي بي جي اس او فوت اند انكل امريكان، فوت اند انكل سيرجري او الجورنال اوف بون اند جوينت سيرجري او جي بي او بيدياتريك اورثوبيدكس اللي هي المجلات المشهوره على مستوى العالم، بيبتدي يبقى ليك رانك او تبتدي الناس تبقى عارفه انت مين. فالحقيقه احنا الكلام الجديد مش لازم يبقى كله من امريكا او من كذا، يعني هو ممكن يبقى من مصر عادي جدا، وابحاث يمكن مش انا بس، في زمايلي كتير جدا في جامعات كتير جدا في مصر بينشروا الحمد لله بنسب يمكن علت الرانك بتاع الجامعه او مستوى الجامعه في التصنيف العالمي. كل الجامعات المصريه الحمد لله بدات تدخل في التصنيف العالمي، الابحاث بدات تنتشر اكتر. ومن هنا نقدر نقول ان احنا الحمد لله عندنا كير وعندنا متابعه للعيانين يمكن بدات تبقى بره، ونسبه الوعي عند الناس الحقيقه زادت، لان اللي ما بيتابعش بيحصل له مشاكل. فبدات الناس تخاف، طب انا عليك طب انا هخسر ايه ان انا تابع؟ وبعدين المتابعه بعد كده بتبقى مثلا شهر او شهرين، كل شهرين مره، فايه المشكله ان انت تشوف الدكتور؟ حتى العيانين اللي بره بيبعتوا لنا فيديوهات، يعني انا في عيانين بيبقى بره فمش قادر يسافر، مش معقول هيرجع مثلا من السعوديه او من الكويت هيرجع يبص عليا وبعدين يسافر، فبيصور لي رجل الولد وهو بيعمل التمرين، انت اوكي تمام خلاص كمل زي ما انت ونشوفك السنه الجايه. وده برضو في البيت، يعني دي فيديوهات متصوره في البيوت، بيتابعونا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك وعلى الايميلات، وطبعا دلوقتي العالم اصبح قريه صغيره يعني. يعني عايز اقول لك ان احنا على الفيسبوك مثلا بقى عندنا دلوقتي حوالي 24,000 متابع لمجرد ان احنا بننشر الوعي باللغه العربيه. فالناس محتاجه ده الحقيقه، ومحتاج ان انت توصل لهم، وده يمكن الرساله الساميه في ان احنا بنعلم الناس الصح من الغلط، وان احنا بنتابع كمان على استخدام الميديا في الحاجات الكويسه. فمنها ان احنا نتابع الحالات بتاعتنا اللي بره، وان احنا نشوف الفولو اب بتاع الحاله شكله ايه، وطول ما بيعمل التمارين زي ما احنا شايفين ما عندناش انتكاس الحمد لله، بيجيبوا العياده بيبص لو هو هنا، بيبعت لنا فيديوهات لو هو من بره كل شهرين مره او كل 3 شهور مره، بتنتهي القصه في خلال سنه. انت اسعدتني بزيارتك النهارده ونورت مصر. الله سعيد جدا جدا بكل عملك، واسم يعني عالمي كبير لما يشرفنا في الناس الحلوه ده شيء يعني نعرف ان احنا وصلنا كمان لدرجه من العالميه، واحنا بنتشافين في اوروبا اكيد. يعني المصريين بيحبوا يشوفوا القنوات المصريه. صحيح. صحيح. احنا من القنوات اللي بنشافها الحمد لله. الحمد لله. فانا شرف مبسوط جدا بزيارتك. انا اسعد. شكرا ضيفي العزيز طبعا الاسم العالمي الكبير الاستاذ الدكتور محمد مصطفى حسني، استاذ جراحات عظام الاطفال بكليه الطب، وزميل جامعه لودفيج ماكسيميليان بالمانيا، وزميل جامعه شمال تكساس بالولايات المتحده الامريكيه، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات العظام والجامعة الأمريكية لجراحات العظام والجامعة الدولية لتقويم الأطراف وأجهزة التثبيت الخارجي، وصاحب 29 بحث في المجلات الدولية الأمريكية والأوروبية، وطبعا والمحكم لعدد من المجلات الدولية في جراحات العظام. الاسم العالمي الكبير كان ضيفي في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق في الناس الحلوة. طبعا سعيد جدا بهذه الزياره، اسعد وخليكم دايما مع ناس الحلوه.